يعني انت عندك شغل الليله؟ يوه، هو انا عقلي ضفت ولا كنت الامبرزاريو بتاعك؟ اجي لك الكباريه؟ بقول لك ايه، حسناكي عندي في البيت بعد ما تخلصي. اه كده تمام، حسناكي في البيت على نار الشوق، انا مستني. ماشي يا قمر، مع السلامه. خلاص فضيت لي يا سيف بيه. ايه يا اخويا، اعمل لي دوشه من الصبح في ايه؟ ما تتكلم. لا لا مؤاخذه، بس انا كنت خلصني يا عم، خلصني وخلص واتكلم. خلاص انا من بكره هسيب هنا. يعني ايه هتسيب هنا؟ يعني هخلع يا سيف بيه، لا مؤاخذه جاتني لقمه عيش حلوه في حته تانية. نعم يا اخويا، لقمه عيش حلوه ليه يعني؟ احسن من هنا؟ لو تروح في هذه ناحيه. اوه ليه بس كده يا سيف بيه؟ خلاص مش عايز تقول، امشي من وشي. طب يا سيدي الله يبارك لك، بس ورحمه الحاج صالح ما تكون زعلان مني. وانا هزعل منك ليه يا اخويا؟ امشي بستين داهيه. يبقى كده يعني هغلب ومش هعرف اجيب غيرك؟ ده اللي زيكم مرميين على القهاوي. يالا انت وهو، يالا العشره منكم ايش؟ ايه؟ قلت ايه يا كامل؟ خلاص يا سي عبده، من بكره ان شاء الله اعتبرني معاك. الحمد لله. انا هسافر كام يوم واتفق على بضاعه، يكون النجار خلص شغل في المحل، واول ما ارجع ان شاء الله نفرش بقى. ربنا يجعل عدم السعاده عليك ان شاء الله يا سعبده. بس من بكره اعتبر يوميتك ماشيه لحد ما نفتح. لا لا، يوميتي يا سعبده، لما ابقى اشتغل ان شاء الله تبقى اليوميه تتحسب. ازاي بقى؟ وانت ذنبك ايه تقعد الكام يوم دول من غير فلوس؟ يا سيدي ما تشيلش هم، الحمد لله مستوره. ربنا يزيدك، بس خلاص من بكره انت على ذمتي. ربنا دي من المعروف يا سعبده. استأذن يا بابا. تستأذن فين؟ اقعد. الله خير، هنتعشى مع بعض. معلش عفيني يا سعبده. عفيك ده ايه؟ عايز ام عبد الرحمن تزعل مني وتقعد تقطمني وتقول لي كده سبت جدع ينزل من غير عشاء؟ يا سيدي ربنا يجعله دايما عامر بحسه وبحسك ان شاء الله يا رب. ما قلتليش. نعم. الوكاله ماشيه ازاي وسيف عامل ايه؟ ايه بيني وبينك الحال في الوكاله مش ولا بد والله يا سعبده. ازاي يعني؟ الزباين كلهم بييجوا وبيسالوا عليك، واول ما بيعرفوا انك انت مش موجود بيخلعوا، ما بيرضوش يشتروا اي حاجه. لكن انا النهارده ميلت على كام زبون منهم وعرفتهم بالمحل الجديد، قلت اهو يعني نربط كده شويه في الاول لاجل الزباين ما يزقوا بعضهم ويجوا. الارزاق بيد الله يا كامل. ونعمه بالله يا عبد، ما قلناش حاجه، لكن برضو قال لك ايه، اسعى يا عبد ونسعى معاك. مظبوط. وسيف عارف انك هتشتغل معايا؟ سيف هو اللي مؤاخذه دارين بحاجه. ليه؟ ماله؟ غرقان لشوشته في المشي البطال والعياذ بالله، والتليفون طول النهار بيرن على صوت النسوان. ربنا يهديه.